محبي فن الطبخ وكل شيء له علاقة بهالفن على موعد مع معرض أوريكا بالدورة 21. هالحدث المنتظر رح يتم بمركز لبيال بين 1 و4 نيسان. إضافات كتيرة تمت لها المعرض هالسنة ومميزات كتيرة مثل ما عودونا كل سنة. تفاصيل أكثر عن هالحدث مع ضيفتنا. برحب بسيدي جمانة سلامي. أهلا وسهلا فيك يا سيدي جمانة. حضرتك مديرة الشركة المنظمة لهالحدث Hospitality Services، وأنتم من البداية بتنظموا هالمعرض معرض سجمانة؟ نعم. هالسنة للسنة ال 21 عم بتقدموا هالمعرض اللي أصبح يمكن أهم حدث لفن الطبخ بلبنان، وزواركم مش بس بلبنان بيجوا من المناطق والدول المجاورة كمان حتى يشاركوا. خلينا نبدأ مع مركز لبيال، وقدي صار في عارضين عندكم هالسنة؟ هالسنة على 15,000 متر مربع بلبيال رح يكون في فوق 330 عارض مقسمين على ثلاث. نحن بنسمي الأوريكا ملتقى. نعم. لكل المهنيين بقطاع الفنادق والمطاعم والمؤسسات المشابهة. يعني بتفضلوا كلمة ملتقى على كلمة معرض؟ نعم. لأنه عن جد هي مناسبة بينطروها كل أصحاب المهنة حتى يلتقوا بجو مرح، جو هيك صحيح في عمل كتير وفي أشياء جديدة عم بتابعوها، ولكن بتشاركوا خبراتهم كمان وبيتعرفوا على بعض يمكن لأول مرة. 100% 100% بقى مثل ما تفضلت وقلت، مش هيك بنسميه ملتقى لأنه في معرض وفي ورش عمل وفي مباريات وفي خبراء وإلى آخره. رح أحكيكم شوية عن المعرض. هالمعرض نحن مقسم على ثلاث أجنحة كبيرة، هولز، هول كل شيء بيتخصص بالأدوات المطبخية. فن الطبخ، فن الاستقبال، كل شيء. هون عم نحكي equipment، أجهزة. Exactly. هايجين، باكجينج، التغليف، كل شيء بيتخصص كمان بيختص بالتكنولوجيا، بالخدمة، الجامعات الفندقية، المعاهد الفندقية، الكونسلتنج. في خبراء كتير موجودين على الأرض مشاركين معنا، بتقدر تاخذي فري اكسبرت ادفايس، بتقدر تستشير الخبراء الموجودين. هيدا أول هول. تاني هول في كل المأكولات والمشروبات. المأكولات. نعم. مأكولات. والهول الثالث متخصص للمشروبات. نعم. يعني في مواد غذائية بقاعة، مشروبات بقاعة أخرى، والثالثة هي للإكويبمنت. لما بنقول إكويبمنت سجمانة يعني من أصغر التفاصيل، يعني على التيبل سيتنج يمكن نابكن إلى 100%. أكبر مكنة أو جهاز ممكن يستعملوه بفن الطهي. مظبوط مظبوط. إلى التكنولوجيا. نعم. إلى السيرفيس إلى آخره. بالإضافة لهالثلاث أقسام كمان في مباريات ومسابقات عديدة بتجمع كل اللي بيحبوا التحدي والمنافسة كمان بهالمجال. خبرينا شوي عنهم. في المباريات اللي صارت مشهورة مثل مباريات الطهي اللي بيشارك فيها أكثر من 250 طاهي من لبنان. وبقلب هالمباريات في عندك أحلى همبرجر، أحلى صحن لبناني إلى آخره. كل واحد بيشارك بالخبرات اللي هو بيعتبر أشطر، يعني بيقدر يربح فيها. يعني وين هو بيشعر أنه عنده مهارة بيشارك، بيقدر يفوت فيها 100%. يعني بيقدم هالطبق اللي هو بيتميز فيه 100%. في هالمباريات، في مباريات للتلاميذ الجامعات والمعاهد الفندقية. نعم. كمان عندهم مباريات خاصة لألون، خاصة لألون تكمان يتعلموا ويحضروا حالهم ويظهروا. في مباراة جديدة هي للنوادي الضباط بالجيش اللبناني، كمان رح يشاركوا معنا. يعني كل الطاهة اللي عندهم رح يكونوا كمان رح تجمعهم بمباراة خاصة لإلهم. مظبوط. في مباريات البارتندر، لبانيز بارتندر كومبيتيشن اللي كمان صار على انتظار الكل منتظرها، مباريات كتير حلوة. هون عم نحكي بالمشروبات، البارتندر، وكمان فن القهوة. في فن القهوة هاي أول سنة. الباريستا رح يكون عندهم مباريات خاصة لألون. ورح يكونوا مشاركين. وفي خبراء. هون طب شو بيكون الموضوع؟ مين بيحضر أطيب فنجان قهوة؟ مش قهوة عادي، الباريستا. يعني في طريقة معينة، نعطيهم المكنة وهن لازم يحضروا
في سبيسيفيكيشنز عالميه رح يتبعوها ورح يشاركوا من خلالها. مثل ما فكرتوا بمنتوجات عالميه، كمان فكرتوا بمنتوجات محليه، في مسابقه كمان لزيت الزيتون. مظبوط، زيت الزيتون البكر هيدي ثامن سنه او التاسعه عم بيشاركوا، عم بيكون في فوق ال 50 مصنع زيت الزيتون بيشاركوا معنا. كمان هالسنه منطلع زيت، يعني كمان زيت الزيتون البكر على عده اطباع، رح يكون كمان في مين بيربح. في كمان مباريات نحن هيدي بالعالم يمكن مش موجوده، اسمها مباريات الخدمه. نعم، لانه اللبناني معروف للخدمه الحلوه، بقى اخترعنا سوا مع خبراء لبنانيين مشهورين. يمكن على قد أهمية جودة ونوعية الأكل هي جودة الخدمة اللي نتلقاها بمطعم. هون عم نشوف مشاهد من السنة الماضية أو السنوات الأخيرة بمعرض أوريكا، أكيد برعاية وحضور وزير. كل يوم في عنا كل الوزراء بيقطعوا شخصيات مهمة، أكيد بدهم يدوقوا الأكل الطيب اللي عندكم. بيدوقوا بيكونوا موجودين بتعرفي يعني بيصير في تبادل بينهم وبين العارضين والزوار. نعم، شغله كثير مهمه. استاذ جمانة، لكل هالمسابقات والمباريات اللي عم بتقدموها اللي بتجمع يمكن اهم المتخصصين بمجال الطبخ بلبنان، مين راح يختار الاطباق الفايزه؟ هلا في عندنا خبراء محليين، في عندنا لجنه بتنظم معنا مثلا بالطهي، هاللجنه مكونه من الشيف جو برزا، من مارون شديد. نعم، من شارل عزار، هن اللجنه اللي بتنظم معنا. خبراء اللي بيحكموا كلهم بيجوا من برا. خبراء هون عم تشوف الشيف مارون والمتخصصين جو برزا كمان وشارل عزار هن معنا باللجنه وبيساعدونا. يعني عن جد ذا بيست اوف ذا بيست. الخبراء الجايين اكثريتهم بيجوا من برا، بيجوا اول شيء تيصير في تبادل خبرات، وثاني شيء تيقدروا كمان هن يكتشفوا هالجاسترونومي اللبنانيه اللي صارت ابعد بكثير من بس بلبنان. عم نروجها بالعالم كله. المطبخ اللبناني عم يتروج. نعم، بكل، مش بس بالدول العربيه، كمان بكل انحاء العالم، وراح يكون في ورش عمل عديده حول عده مطابخ، مش بس المطبخ اللبناني عندكم. مزبوط، راح يكون في اكيد المطبخ اللبناني، بس في كمان المطبخ الفرنساوي اللي في ورشه عمل مستمره راح تكون، راح يكون في كل شيفي الفرنساوي الموجودين بالبلد راح يكونوا موجودين كمان يعرفوا على البرودوي الفرنساوي وعلى الجاسترونومي الفرنساويه. كمان الطليان موجودين معنا عم بيعملوا ذات الشيء، وفي بلدان مشاركه كمان مدروره بالمطبخ تبعهم بس مشاركين معنا كمان تيصير عم بيفروجوا سلعهم و البرودوي تبعهم كمان، وعم بفتشوا على اشخاص وشركات تقدر تتعامل معهم. نعم، من برا عندنا من هولندا، عندنا من ايران، عندنا من بولونيا، عندنا من تايلاند، عندنا من الأردن، من أمريكا، كلهم هيدول موجودين معنا غير الفرنسوية والتليان. هذا دليل على أهمية هالحدث وهالمعرض بلبنان. فكرتوا كمان بالمشروبات وتحديدا بالمبيد، مش معقول انه ناكل وجبة طيبة من دون ما يكون في كاس مبيد إلى جانبها. هون عم نحكي خبرة من لبنان والخارج كمان؟ من لبنان والخارج. بتعرفي صار عندنا النبيذ اللبناني كمان كانوا مش من زمان بألمانيا عم بحقق نجاح حتى بالدول الأوروبية، يعني مصدر أطيب بنبيد. بقى نحن مع الأنيو فينيكول عازمين خبراء ورايترز كتاب من العالم رح يكونوا موجودين معنا، رح يدوقوا نبيد اللبناني ورح يكتبوا عنه بالجرايد الأوروبية، ورح يصير في كمان تبادل خبرات بينهم وبين الأنولوج والسوموليه اللبناني، تكمان يصير في هالتبادل وهالطريقة. نعم، هيدي الطريقة الوحيدة تا كل شيء يتقدم، تا هال
الحدث يكون على المستوى المطلوب. سيد جمانة، مش معقول نبرز المطبخ اللبناني بالدول الخارج إلا ما نضوي كمان على المزارع اللبناني اللي بتعرفي كتير عم بيعاني بالسنوات الأخيرة. هون خصصتوا جزء من هالمعرض لإله. مظبوط، في جناح، هيدا جناح صار لنا زمان عم كل سنه بيكبر شوي شوي. وهالسنه بدعم في مثلا في كثير الاوروبيه عم بيدعموا، الامريكان عم بيدعموا المزارع الصغير تيقدر يصير في دغري من المزارع او من المزارع دغري للمستهلك للمستهلك تيتعلموا ويشوفوا شو أول شيء تيصير في تبادل عن جديد تبادل الخبرات، والتاني شيء تيقدر دغري يقدر المستهلك والأوتيل أو المطعم يشتري دغري من المزارع تيقدر يفيده ويضل بضيعته ويضل ببلاده. هل الدعم اللي عم بتلاقيه المزارع إن كان من قبلكم أو من قبل الدول اللي ذكرتيها عم بتغير كتير بحياة وعمل المزارع عنا بلبنان؟ صرنا اليوم عم نزرع عنا خضار وفاكهة كتير كنا نستوردها من الخارج وتكلفنا كتير، وبالتالي الطبق اللي نتناوله بالمطعم اللي مصدر هالمأكولات كمان يكلفنا كتير. مزبوط، وفي كتير صار في وعي عند اللبناني انه الواحد انه كل واحد منا كل لازم نرجع على النبع، على الاصل، على الاساس، على المطبخ اللبناني. على فتره بتحس كان في انه فيها الاتراكسيون على المطبخ الاجنبي، لا هلا في عم نرجع لكل على الضيعه وعلى المطبخ اللبناني وعلى هالتراديسيون اللي ما بدنا نضيعها كمان. بقى هيدي شغلة كمان كتير كتير نحنا منضوي عليها بالأوريكا. وعم بيتطور هالمعرض مثل ما قلنا سنة ورا سنة، 21 سنة عم بتقدموا أفضل ما فيه بهالمجال، والدليل على نجاحكم كمان أنه اليوم صار في فرانشيز لمعرض أوريكا. خبرينا شوي عن هالموضوع. بتلاقي الأوريكا بالسعودية، أوريكا بالكويت. بلشتوا أو هلأ هالسنة؟ لا، صرنا أربع سنين بالسعودية، أكثر من 4 سنين بالكويت، وهالسنة لأول سنة بالأردن. رح يكون في أوريكا بالأردن. الفكرة هي إنه عم نقدر نروج سيرفيس، وعم نروج فكرة الأوريكا يلي هو ملتقى لعالم الضيافة والفندقة والمواد الغذائية وين ما منكون. بقى هيدي الشغلة الأساسية، يعني باكج كامل ما منلاقيه إلا بلبنان. مزبوط مزبوط. عم نجرب كمان نعرف نروجه بالعالم العربي. نعم. لمين مقدم الدعوة للمشاركة أو لحضور هالمعرض؟ لكل شخص، لكل مهنة بيختص او عم بيختص بقطاع الفنادق، المطاعم والمؤسسات المشابهه، يعني من الفران للسوبر ماركت لكل شخص، للبار للسناكات، كلهم مدعوين يجوا يشاركوا، من اصغر شخص لاكبر شخص، من التلاميذ الفندقيه بالنيفو تي اس وطلوع مدعوين كمان يجوا يكتشفوا العالم اللي رح يكونوا فيه بعدين. ليلي منه للي بحب الاكل بكل بساطه وحابب يتذوق او يشوف الاجواء كيف بتكون، لانه بالفعل الاجواء اكثر من مميزه، كمان بيقدر يزوركم. مزبوط، بس بده يدفع تيكت دخول حقه 50,000 ليرة تيقدر يكتشف كل هالعالم يلي هو عالم الضيافه. ومقابل الاشياء اللي راح يحصلوا عليها والاطباق الشهيه اللي راح يدوقوها، بتصور هالمبلغ منه كثير ابدا. بدنا نرجع نذكر المشاهدين باوقات المعرض. الانطلاقه راح تكون باول نيسان. نعم، الثلاثة جاي، من اول نيسان للجمعة من الساعة 3 للساعة 9. كل المعلومات موجودة على الويب سايت تبعنا يلي هو oricashow.com، او بنقدر ننزل الابلكيشن او على الايفون او على اي في اندرويد فيرجن كمان منها، بقى بيقدر الواحد يشوفها ويتابعوا كل التفاصيل اللي ما قدرنا يمكن نذكرها هون. شكرا لك ست جمانة سلامي، عقبال كل سنه، وان شاء الله بنشوف معرض اوريكا مش بس بالدول العربيه، كمان بالدول الاوروبيه وامريكا كمان. اهلا وسهلا فيكي. تسلمي. وقفي مشاهدينا وبنرجع.